كبر بريزيدنت إسياس أفورقي زحلف السمون أب رياض أبستقانع قدماي وعلى سعود عرب أفريقان أبستساتفلو مس ورس عرات نكسن سعود عرب كالوت لعلو سوستلتان سعودن مس حيالو مرحت أفريقان ركباتا كايدونيرو بزعبات وعلا زنبر ركبات بزملكت وكيل منستر زينا مس بريزيدنت إسياس زكايدوك المحتد يسعب لصديق فخامة الرئيس إسياسكم أهلا بك فخامة الرئيس شاركت في الغمة السعودية الأفريقية كبر بريزيدنت وعلى نكسنة سعود عرب أهجر أفريقان حبرا ومتحقازن شركنة أب مفتار زلو أقدة كميتريون بين المملكة العربية السعودية والقارة الأفريقية أولا نتكلم عن القمة يعني لازم يكون في مزيز الله الزباول أهجر عن كنثاث أقداس النتنا كم زعينة وعلى ثاثر الدوية إذا حج استخايدين أي مرحت وعلا بتحسوا كاب تقدمي زنبرة وعلى تات استفليه نحلف زلنا الزباون أهجران كنا تتابع مت بمتاو أبستفل اللي مدات متحق جاز شركة نتن من ملا أن مرجات أبوان زقرب أدمين ركب هالكال نقصنا تسعود عرب زلوا سقطات قليلة يكونان سقطاتها أبزباون أهجران مغيره تراكه اللون نعبيت كتبا كلا تهجرات كدر خن تقينو الصفحة بايتاك فترة اليد اللي أفريقاون قزيف بحرية وصغتات مالت سسامي إتاويت كاب صغتات عالم التونن أزيا هابتام أهجوريا يخونن بر غنا أبقلو لاون شقرن تنبر زلايا أفريقا حادنت بكلتة بيليون هزب زنبر الله أهجور كمخانا متن ولاقوان قزيو بدوهتات انتلوا نمزعي قزيف عقر عدلات اللوا نزي أبا أفريقا زولا زيرقو كنتاتن هوكتن كلولاون كيف تحقاقن لمعات كهلو أي كألنيو هزبتات أفريقا بسنك بلشونان زمتان مرحتو متلتتاو نايوز أحيلتاتن سقاتاتو خيتكم عبيب الدهو كوين والو نزي كل ترقو حيتات أبقمت بمتاو كفت أرزخي لشركنتن من ملأن عبي ترقو معلو نقسلنا سعود عرب نهلو كنتات أفريقا أب ملوات أب ركوتان تغيرا أب عبيتو بروجكتات المعات كتساتف انتخيلا كابز غزيف عقول سقاتات أفريقا كتكم عدل اللوام نهل سقاتات زين ممزمازما أقدمك حادن صور مكانيزم مفتار يدلي نقسلنا سعود عرب أغمتاتان موفار قدم قدادم أهجور أفريقان هزبان سقاتاتو كتكم اللو زخيل عدل أم مفتارن نمسا ولدو مچو هواهو أم تطحن أبرك تختقبر اللوام شركنتاوي من ملا أفريقان سعود عربن بزمن سرزري إخا أزيو أقداسيو أب كل مدايات نصرو تناثن استراتيجين علامان كا يدلي أب زرزرات نايتو على كياتونا زستخيادو على نايم جمر تاسقومتيو كغلصل انتخوينو قبراو السقومتاتن توسخ ركباتن من مخارن يدليهم فلما نحفش رؤيته أفريقا مسمارن أغمتاتو دلو مقبارن يدلي نكسن سعود عرب دما ناب قبراو سرحزة سقاقر بقول سنف زلل ميكانيزم يدليا بزخول استقلت مخنيات اتوعلا أبوان زمس أخوينو أمونغو نكسن سعود عرب أفريقان باب زباتاتن زباوي ودباتن ركباتن من مخارن قدن قلصلالوو بزر ما نزيه اللو بدهوتات سجيركا نابز عبي متحقاز للسجاقر ميكانيزم كفتر يخيل أغاليم أو مناطق بحينها شمال شرق جنوب غرب تحتاج إلى أكون المكونات الموجودة صادق إكواس وغيرها من المنظمات الأقليمية داخل القارة تتعامل مع ظروفها كيف وتستفيد من هذه الشراكة بين المملكة وأفريقيا. أنا أقول عملية معقدة جدا صعبة جدا وتحتاج إلى أن تكون في هناك آلية بمستوى التحدي اللي هيكون موجود في المستقبل. فهمت رئيس كبر بريزيدنت أبي قداي زمدنا إيرتران سعود عربن كنبلاس مس وراس عارات سعودن كالوت منيسترات نكسنا سعودن ركبات تخايدون هيرون أبتركب انتايا رسطات العيلوم زمدنا إيرتران سعودن نقدميت المدرخن أبي مونغو كلتين هاقرات ناي متحقاز شركنتاو مدبات أبي من تافنك كساب كندي أقداس نيرون أو برامج التعاون والشراكة بين البلدين. أيضا نتكلم عن فرص وإمكانيات
وما هي قضية أو علاقة أو شراكة ثنائية بين المملكة وإريتريا؟ بسفيحو كنريو زلنايو أما دبات المعات أفريقا ناينكس إن سعود عربا بركسون ترالو أمونغ سعود عربن زوانانون بحرياون هناسن زمدنا كهلو قدنيو نحنا أبزغو دايزي سراتيجا ومردات اللونا حجي مزو على مرحة أفريقا سعود عربن زمس أيقونان أمونغ إرتران سعود عربن جيوغرافيوي كلي نايل كرنا أفريقا كيح بحرن وشمت عربن زفترو نايك أربار كبات اللو قلت أوزم دنا متحقازين شركنتن إيرتران سعود عربن أو كل زي جيوغرافيا وكون نزي زرائيو انتو قوني بزعبا لمعات تحت غلصي عدنا ساعات ماي توريزم كالئن ناي متحقاز مدايات كنزار متلاقينو قدم قدادم أزوزو بازي رقات كركب اللو مسكال قوت من ملاء كهلو أبنى نحر حدوز التحقاقزن زدقاقفن رقو زوبا كخونا اللو استراتيجاوي أقداس النت زوبانا رديو صفيح شركنة من ملأن من رقاز زخلنا أهقراوي ماياوي مسمرن قزيف عمتاتنا لنا أبزي ناب حدش علما وسرعات المسققار أب كرنا من قد بس إحنا لزلنا أوان أفريقا سقاتاتها تتغيما أب علماوي كتبا أب ركتخت قبرن تداخينا قدن كابتها مش كتوصا اللوا أبزي ما دايزي أمونغو إيرتلان سعود عربن بحدوغن أمونغو سعود عربن كم من رخبك ألبت أفريقان ما كلاي مبرقن زغلقل زوبان عند مابتي كالي زيتكبر مدبات فولي أقد داسنة اللو زمدنا إيرتلان سعود عربن جيوغرافياهن حبرا وطاريخن زمسراتيو كلتي أنها قرات أبستفال لأسلتات زونن أز عقمتاتن سقاتاتن أبقمت بمتاود ما أوشت الزوبة كقبر زخيل صفيح لأي وفرتاتن كتبان متحقاز كنوستنا لنا نلمعات زمتش هواهو نمفتارن زولت سقامات نمفتحن أبسطاو مدايون كنتحقا قزال لنا أبكل انتن نزي زوبة زقوم هاقرات رقات انت زي تفتيرو بزعبا لمعات كنزارب زكاء لا يكونان مستعود عرب زلنا شركنة نزي أبقمت زيتوهي عطب الناثن ذلو الناثن دمالو مسورا سعراتن كالو صب السلطان سعودن زقبرنا يا ركبات أبزقو دايزي زغن عينيرو حدش ايكونان مغسلتان ايتي بدرجة زوبة استراتيجة وعلاماتاتن متكبار زخيل مجو هوهون مفتار ان قبرو من مقاريو هذا الموضوع هذه قضايا مش قضايا جديدة مطروحة على الطاولة حتى نتناقش فيها بل إنما نبني على المفاهيم أو ثوابت التعاون في خلق مناخ ملائم على مستوى الحي على مستوى المكونات ثم علاقات ثنائية تقدر تساهم في الأهداف الاستراتيجية في المستقبل بالتأكيد وما يفصل المملكة من عن إريتريا هو هذا الممر الحيوي الهام اللي هو البحر الأحمر نير ترانس عود عربن زردو كيح بحري أقداسي ما يوم اسمريو تتان رقاتن كيح بحري نمو حاسن تقاتاتو نمو نزمازن مسها قرات كيح بحري كل زلو موحاد بزملكت ريتو إيرترا واحد قالوا نظر في هذا الموضوع في الإطار اللي ذكرته نصلا المكونات الأربعة للحي عندها خصوصيات أب كلتي أقدم الزقلسكو زرائي نزوبة زقمو أربعة رقحيتات نناتهم فلين نتعلوهم قم هاقم نايل انتوسيدنا بركت زبال هاقرات سحاوفين زن هاقرات زياتن كو واحدن زخيل استراتيجية وعلاماتات كلونا اللو لمعاتاو بروجوكتات نمتقبار أمونقين سممع كهلي قبا هاقرات كارنا أفريقاون بتمساسالي نقايح بحري بزملكات نحناك ادمي بركت زبال عمتات إمامنا أغريبنا نيرنا إذا إمامي أب كون نث استمر قصير بزعبا وهدت أبزي أجد داسي أهجرا وموي ومسمر زرك بهجرات كنزارة بنتقينا بقدام نفس مس من رجال ستوح سنتيو هجرات إيه بحري بزين ناي وسأ مت تو بعلن وتهدرون ستو نوح سنت نايز أجد داسي ماي ومسمر كرجال صالو انزبل ريتيز لنا بدحريو قدام التحجز أمون قنت مسيخيل قبر شبرا نقدي مسجد دك سفن قال زي حقاو نقدي نممكات نصر وتنن استراتيجين كلون الله ابزي اقداسي ماو مسمر ستان رقات النموحاس ابو تهدراون
ጸጥታውን መዳያት ናይምትሕጋዝ መካኒዝም ክህሉ ኣለዎ ኩለን ኣብ ገማገም ዝባሕሪ ዝርከበ ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓላፍነት ክስከማ የድሊ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ከከም ዓቕማን ትሕስቶኣን ኣበርክቶ ትገብር ኣብቲ ዝቕረብናዮ እማሜ ኣብ ጉዳይ ምውሓዝ ጸጥታ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ክህሉ ከምዘይግባእ ገሊጽና ኢና ምኽንያቱ ጠንቂ ዘይምርጋእ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ሓገዝ ኣድላይ እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ሃገራት ትዘባ ብዝግበር ምምኽኻር ዝፍጸም ይኸውን ልኡላውነት ናይዚ ማያዊ መስመር ዝዕቀብ ብሃገራት ናይዚ ዞባ እዩ ነዚ ድማ መካኒዝምን ምትሕጋዝን ክህሉ ኣለዎ ቀይሒ ባሕሪ ልዑል ስትራቴጂዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ከባቢ ከም ምዃኑ መጠን ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ናይዚ ዞባ ዱልዱል ምትእሳር ክህሉ የድሊ ኣብ ክሊ ዚ መረዳእታ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ንግስነት ስዑድ ዓረብን ዝህሉ ምትሕጋዝ ብደረጃ ዞባ ንዝግበር ምትሕጋዝ ኣብ ምዕዋት ደራኺ ተራ ክፃወት ዝኽእል እዩ هناك بتاعه وأهمية البحر الأحمر والاستراتيجية اللي تدعى لهذه المسألة بالنسبة للمملكة والإريتريا فيها نكهة خاصة وخصوصية خاصة وإريتريا والمملكة حتى على مستوى ثنائي في إطار هذا المكون وكون عندهم دور يتميز عن العلاقات اللي تقول عنهم كل دولة ذات سيادة يكون عندها علاقات مع دولة مجاورة أو دولة في إطار الحياة وفي إطار مكون واحد لكن في نهاية المطاف الأهداف يجب أن تصب في الأهداف الاستراتيجية لتجمع كل هذه الدول في إطار الحياة اللي سمعها أيضا فخامة الرئيس أجريتم خلال هذه على هامش هذه القمة السعودية الأفريقية ክቡር ፕሬዚደንት ብኣጋጣሚ ዋዕላ መራሕቲ ኣፍሪካን ስዑድ ዓረብን ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ርክባት ኣካይድካ ነርካ ንኣብነት ምስ መራሕቲ ሱዳን ደቡብ ሱዳንን ምስርን እዘን ሃገራት እዚኣተን ጉረባብቲ ናይዛ ዓብ ፀገም እትርከብ ሱዳን እየን ብዛዕባ ሽግር ሱዳን ከምኡ ውን ኣፈታትሑኡ ተዘራሪብኩም ዶ ኣዝመ ሱዳንያ ብተኣኪድ ተመት መናቀሸት ስቡል ሓል ሃዚ ኣልኣዝማ علاقة السودان شوية يعني تحتاج إلى وقت مزيد من الوقت لأنه شغل السودان زلوه متحل لقاه قمت بمئتاو نمفتحو أمونغو قربا بتهجرات السودان متحل قاز حاتتيو بزلنا تمكرو نايزات مدرخات مبزاح نبعلو بدهويو السودان كاب زلاتو كونت كتوصي اتشغرن تنكتاتون بزقب بأثر الدئيكا መጻኢ ፍትሕ ዝረጋገጽ ምቹእ ሃዋህውን ባይታን ምፍጣር የድሊ እንተኾነ እቲ ዘሎ ናይ ወፃኢ ምትእትታውን ኣጀንዳታቱን ኣብ ሱዳን ዝኸፍአ ምትሕላኽ ብምፍጣር ነቲ ሽግር ናብ መላእ ዞባ ከም ዝልሕም ንምግባር ዝዓለመ እዩ ካብዚ ንምውፃእ ዕቱብን ሓቀኛን ተበግሶ ጎረባብቲ ሃገራት የድሊ የግዳስ ብዝሒ ተበግሶታት ንባዕሉ ብድሆ ይኸውን ኣሎ ተበግሶ ኢጋድን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝበሃል ኣሎ ተበግሶ ስዑድ ዓረብን ኣሜሪካን ካልኦትን እውን ኣሎ እዚ ነቶም መፍትሒ ከቕርቡ ዘይክእሉን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሱዳን ኣትዮም ርግኣት ዞባና ክህውኹ ዝደልዩን ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምኽንያት ዝፈጠር እዩ ጉዳይ ሱዳን ንምፍታሕ ሓደ ናይ ዘተ መኣዲ ጥራሕ ክህሉ ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኣሕዋት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ምስሪ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ንዘራረበሉ ኣሎና ጎረባብቲ ሃገራት ዝወስዶ ናይ ካይሮ ተበግሶ ኣሎ እዘን ሃገራት በቲ ኣብ ሱዳን ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ብቐጥታ ዝፅለዋ እየን ስለዚ ሽግር ሱዳን ንምፍታሕ እቲ ዝበለፀ ናይ ዘተ መንበር ንሱ እዩ ኣብ ናይ ካይሮ መንበር ስዑድ ዓረብ ኣይተሳተፈትን ዘይምስተታፋ ጌጋ እዩ ስለዚ ናይ ስዑድ ዓረብ ተሳታፍነት ክህሉ ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምዘበውያን መሻርክትና ንመያየጥ ኣሎና ነዚ ባይታ እዚ እንተ ደኣ ኣረጋጊፅና ምጩእ ኣህወሆ ብምፍጣር ኣሕዋት ሱዳናውያን ሽግሮም ባዕሎም ንምፍታሕ ዕድል ክረኽቡ እዮም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ዝተፈላለየ መናብር ዘተ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ውፅኢት ናይ ዝተፈላለየ ውሽጣውን ግዳማውን ረቑሒታት እዩ እቲ ሎሚ ኣብ ሱዳን ዘሎ ክውንነት ውፅኢት ዝተሓለለኸ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ጸጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ጂኦፖለቲካውን ረቑሒታት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ህዝቢ ሱዳን ናብ ፍኑ ናይ ተቃውሞ ምልዓል ክኸይድ ዝደረኸ እዩ ስለዚ ሱዳን ናብ ርህቡ መድረክ ክትሰግር ሓደ ናይ መዛተይ መንበር ጥራሕ እዩ ዘድሊ ነቲ ሽግር ብቐንዱ ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ሱዳናውያን እዮም ዕድሎም ንምውሳን ድማ ግድን ክሳተፉ ኣለዎም ምስ ኣሕዋት ምስራውያን ዝተዘራረብንሉ ጉዳይ ንሱ እዩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ኩሉ ተበግሶታት ኣይተዓወተን
مغنياتو وشت او كنتات متشو سلزيلن نايوصا متشو دما نتشجر أمت حلق أستواصو يقابر سلز الله بالتأكيد كيف تنظر كور بريزيدان نكونتاتن معبالتاتن حقرات معراب أفريكا عوشت زفت سامزلو مكيارات كميتريون تكتاتولون نسز تفلالي مرحت حقرات معراب أفريكا ون ترخيب كانيركا دول غرب أفريقيا على هامش هذه القمة ولا الموضوع شائك شوية لكن أنا كان عندنا موقف واضح في هذه العملية قدام عرب أفريقيا نوح تاريخن بزحمة حلقن زلوايو يكون مبر مرقت إنا نتصريو بتو قدام كم تزبهال قبل على السيفلاوي وي بديمقراسياوي من رجاز مسو من قستات استقبر علوا يكونان بتزلو بوليتيكا وكونت كم يكونان نبابنا أب كونت أفريقيا نحلوف مدرخات أب قمت سأتوايو قدم السساتات أهقر أفريقيا زساقرا وان مقزاتي نيرو بدحريو دما زتفلي مغزاته وملكع زنبره مدرخ زحل كينات مسيو قصيل دما نعلم كجبت زهاكني اهداوي قطباو سرعات سعيبو ازون دارغ حدش مغزاتيو مغزاته وين حالتات نصقاتاتن عدلاتن هاغرات افريكا ننويح تقصصير مصني حميم اتخوناتاتكا ناخف قيدو زحلفو تغاثلت سرعات افريكا زبزحو نمغزاتي زغلغلو وي وكلتي امنيرم كبالي قال مسحيلتات مغزاته خوينمكا صقاتات افريقيا زومتن يرام اباه غرا افريقيا زره زلمل علات مبار وصيت نايتي هجرات افريقيا زحلفون زحلفو زلوان قلاناتيو قدامات افريقيا ويانا بوتات ناغرا افريقيا كام مغزاته حران موصان بحرياو صقاتات افريقيا ابربح افريقيا ويان موعلن زنبرن بهغي بتم صعابو سرعاتات افريقيا برعينيو ز تاريخو دحرباي تخايو نزح حجز الرزلو من لعالة سفترة كابقيلان نتن مزمزان حران موصاد ما أمونك هاقرات أفريكا قدن متحقازن مدقافن زدليو مدرخيو إذن المسيرة غير منتهية لازمنا نحن في مسيرة التحرير ويجب أن نفهم التحولات اللي تحدث في عدة مناطق في أفريقيا من هذا المزار وهذا هو الواقع اللي موجود إذن أكون في تعاون تضامن تضافر جهود كل هذه الشعوب من خلال برنامج واضح هو تحرير أفريقيا من العبودية. نعم شكرا لك فخامة الرئيس على إتاحة هذه الفرصة. مشاهدينا كنا معكم في هذا اللقاء مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي إثر ختام زيارته زيارة العمل التي قام بها للمملكة العربية السعودية والمشاركة في القمة الأفريقية. حتى جديد الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.